إذا للوقوف عند الحرائق التي تهدد مخيمات النازحين والأوضاع الإنسانية الصعبة التي يمرون بها، ينضم إلينا عبر سكايب من برلين الناشط الحقوقي علي القيسي. أستاذ علي، مرحبا بكم. كما تعرفون يعني حرائق متكررة تستهدف مخيمات النازحين. أستاذ علي، هل هي مجرد صدفة لا سيما مع غياب أي توضيح حكومي عما يجري في هذه المخيمات؟ ليست صدفة، كل العالم يعني خلال تواصلنا مع النازحين ومع ذويهم ومع أقاربهم تأكد لدينا أن هذه الحرائق مفتعلة وهي وسيلة ضغط من الحكومة لإغلاق المخيمات، لأن هذه المخيمات أصبحت وصمة عار في جبين ما تسمى الحكومة العراقية أمام المنظمات الدولية وأمام الرأي العام. فالقصد منها هو إغلاق المخيمات على واقع حال سيء. طيب أستاذ علي، كما تفضلتم هي وسيلة ضغط جديدة على النازحين لكي يعودوا إلى مناطقهم، ولكن السؤال ربما يتوارد في خلد حتى النازحين أنفسهم، لماذا تريد الحكومة إغلاق المخيمات بهذه السرعة رغم أنها تعلم بعدم وجود بديل للنازحين؟ تعلم جيدا عدم وجود بديل للنازحين، لا بنى تحتية ولا كثير من أهالي المناطق. يعني عندك منطقة العويسات، منطقة جرف الصخر، منطقة العوجة، منطقة يعني كثير من المناطق هم يعلمون جيدا أن هذه المناطق الميليشيات قامت بالاستيلاء على أملاك ومساكن وبساتين هؤلاء الناس. الأمر الآخر، المشكلة الأخرى، هناك وثائق جديدة صدرت، أغلب هؤلاء النازحين لا يمتلكون يعني وثائق، لا يمتلكون أوراق، لا يمتلكون حتى جنسية أو شهادة جنسية، أي أوراق ثبوتية ليست لديهم. بالإضافة إلى يعني صدرت أوراق جديدة ووثائق جديدة هؤلاء لم يستلموها حتى الآن، فهم يعني إلى أين يعودون؟ طيب. بالإضافة إلى ذلك هناك أكثر من جهة تتربص بهم وتريد اعتقالهم وتريد مطاردتهم وتريد يعني لا تريد لهم الخير في، طيب في أستاذ أن علي، يسكنوا في مناطق. هناك إقرار من وزارة الهجرة والمهجرين تتحدث بأن المخيمات وتصرح بأن المخيمات تفتقر لوسائل السلامة وإطفاء الحرائق، هل كان مقصودا بناء المخيمات بهذا الشكل العشوائي؟ نعم، مقصود الحكومة في هذا الأمر لن تكون في يوم من الأيام جزء من الحل. الحكومة كانت دائما جزء من المشكلة، وهي وسيلة يعني وسيلة إقلاق ووسيلة ضغط ووسيلة إتعاب وإرهاق للنازحين. لا يريدون أن يوفروا لهم مثلا كرفانات مكان الخيم. بإمكان وزارة الهجرة والمهجرين أو الحكومة العراقية أن توفر لهم كرفانات، والأفضل أن توفر لهم يعني تعيدهم إلى مناطقهم وتدعمهم بالأموال لكي يعيدوا مساكنهم، وتوفر لهم بنى تحتية وتوفر لهم وثائق حتى يعودون. أستاذ علي، خلال هذه السنوات كما تعرفون لم تشهد المدن التي دمرت خلال الحرب أي عمليات إعادة إعمار حقيقية، ولكن إعادة النازحين يعتبر قرارا تعسفيا من وجهة النظر القانونية أستاذ علي؟ نعم، قرار تعسفي لأنه يهدف إلى تشريد هؤلاء، تحويلهم من نازحين إلى مشردين. هذا ما تريد الحكومة، تريد تحويل الناس هؤلاء الذي يسكنون في مخيمات، وبدأت المنظمات الدولية توثق أسماءهم وتوثق مشكلتهم. وأعود وأكرر أن هذه المخيمات أصبحت وصمة عار في جبين الحكومة العراقية، وكلنا يتذكر أن أحد وزراء الداخلية العراقيين حين ذهب إلى جرف الصخر منع من الدخول، وتمت مصادرة الهواتف اللي يحملها هو وموكبه. من الناحية يعني الأمنية أستاذ علي، من الناحية الأمنية من يضمن سلامة العائدين من بطش الميليشيات والأجهزة الأمنية؟ هل هناك ضامن لهم؟ لا توجد أي ضمانات لعودتهم. يعني إذا استثنينا ما يعانون إذا عادوا إلى بيوتهم، إذا استثنينا ما يعانون من نقص الخدمات وعدم، وأغلبهم بيوتهم مهدمة، لا توجد ضمانات أمنية من بطش الميليشيات، لأن الميليشيات استولت على أغلب
أراضي ومعامل ومصانع وبيوت هؤلاء النازحين والمهجرين. عبر سكايب من برلين الناشط الحقوقي علي القيسي، شكرا جزيلا لكم.